الآلية بين الشرع والقانون، حلقة اليوم تناقش هذا الموضوع مع أحد المحاميات. كاميرا نبأ تواكب سير الامتحانات النهائية لطلبة النقل من أحد المدارس في العاصمة طرابلس. مكتب الخدمات والصرف الصحي طرابلس يواصل أعمال الصيانة لطريق الفرناج بسبب انهيارها. صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتم، يومكم مبارك ويومكم سعيد كالعادة. دائما في بداية كل حلقة نذكركم بأنكم تقدروا تشاركوا معنا بصوركم الصباحية على هاشتاج يوم جديد. للمرأة حقوق كما لها واجبات في المجتمع تتمتع بها، كفلها لها الشرع والقانون وتعدد لتصل في ظل القوانين الحالية إلى حق الترشيح وتولي المناصب الإدارية في الدولة وحتى ولاية القضاء، ولكن تظل هناك إشكاليات تواجه المرأة في ظل العرف والتقاليد السائدة في المجتمع، كأن تهضم أحياناً في حقوقها المتعلقة بالفرائض أو حقوق المتعة وغيرها من الحقوق، في الوقت الذي تظهر فيه نداءات مشبوهة مستغلة للعرف الخاطئ والمفاهيم الخاطئة على المرأة لأجل تغريبها. التقرير التالي يحمل المزيد. للمرأة حقوق كفلها لها الشرع والقانون، وهي منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، كحقها في الميراث واختيار الزوج وغيرها من الحقوق، لكن هذا الحق فغالبا ما يخرق باسم العادات والتقاليد من قبل شريحة في مجتمعنا، في الوقت الذي أنصف الشرع والقانون المرأة وأعطاها كامل حقوقها الشرعية والقانونية بحسب الباحثين الاجتماعيين. من الحقوق أكثر ضياعاً على المرأة هو حقها في الميراث، إما بإرهابها أو بالتحايل عليها فتتنازل عن حقها، أو بتتبع سلوكيات لتخجيل المرأة لدفعها بعدم المطالبة بحقوقها والاكتفاء بإعطائها مبالغ رمزية زهيدة مقابل تنازل عن الميراث للذكور، وإذا أصرت على حقها يلقى اللوم عليها وكأنها طالبت بأمر مشين يستهجنه ذوها. في مقابل ذلك هناك بعض المؤسسات وأصوات حقوقية تنادي بحق المرأة بعيدا عن ما تقتضيه الشريعة، مستغلين العرف الخاطئ وتصرفات الأهل تجاه حق المرأة الذي رسخ صورا نمطية عن المرأة في المجتمع الشرقي بأنها تابعة للرجل مسلوبة الحقوق لتمرير قوانين وضعية لا تتوافق والشريعة الإسلامية. ولمعالجة هذه الإشكالية يرى المختصون ضرورة التوعية الدينية والاجتماعية والقانونية بحقوق المرأة في الميراث واتباع التنشئة الاجتماعية السليمة في الأسرة وعدم التمييز بين الأبناء الذكور والإناث في المعاملة وغرس الوعي الديني في نفوس الآباء والأمهات والتذكير بأهمية إعطاء المرأة حقوقها كاملة في الميراث وغيرها من الحقوق، وأن حرمانها يعد من الكبائر ولا يجوز الاعتداء عليها. والحديث أكثر حول حقوق المرأة تنضم إلينا في الاستوديو المحامية رواب حلب. صباح الخير. صباح النور، نهارك سعيد. يومك مبارك. الله يخليك. في ظل المرأة وحقوق المرأة، يعني بداية خلينا نعرف حقوق المرأة، يعني ممكن أي واحدة تقول حقوق المرأة أن هي تتجوز وتدير بيت وأسرة وفقط، ولكن في حقوق، في واجبات للمرأة من طبعاً جانب قانوني.
طبعا بالنسبة لحقوق المرأة، الزواج والبيت والأسرة والأطفال لا تعتبر حقوق كاملة بالنسبة للمرأة، رغم أن هي حقوق أساسية. نعم. ولكن هناك حقوق أخرى، هناك حق التعليم، حق الميراث، حق تولي المناصب، تولي الوظيفة، تعتبر هناك عدة حقوق تعرضت فيها المرأة إلى نوع من الاضطهاد أو نوع من الإجحاف من قبل، سواء كان من قبلها هي شخصيا أو كان من قبل المجتمع والبيئة التي تعيش فيها. القوانين حاولت نوعا ما أن تساعد في ترميم هذا الشرخ الذي كان بين حقوق المرأة وبين المجتمع، لكن لم تصل إلى درجة الكمال، لم تصل إلى درجة أن تستطيع المرأة من خلاله أن تصل إلى حقها بالكامل. نادت عدة اتجاهات بحقوق المرأة، ولكن الحقوق الأساسية التي تضمنتها الشريعة السماوية والتي أتت بها القرآن الكريم يعتبر من أسمى الحقوق. يعني في عدة حقوق لم تذكرها الشريعة السماوية ولكن موجودة في حقوق المرأة، كحق المرأة في أن تكون قاضية، وهذا صار فيه جدل قوي جدا بين الفقهاء حول تولي المرأة للمناصب القيادية أو تولي المرأة بمعنى للقضاء، ولكن كانت المرأة هي تخطط لبعض الحروب، وهذا ما ذكرته الكتب والمؤرخات التاريخية. المرأة لم تستطع أن تأخذ حقها في هذا الأساس. نعم. طيب، يعني ممكن اختلاف بعض الأشخاص واختلاف بعض القضاة حتى في أن هي تكون المرأة من الجانب القيادي ممكن بسبب العاطفة، أو دائما المرأة تتعامل بعاطفتها أكثر من هي تكون قيادية، قلة ما نجد بعض النساء قياديات بشكل مباشر. أنا حنقول لك بالنسبة للنقطة هذه بالذات تثير الجدل القوي جدا في أروقة المحاكم. نعم. بين القضاة، بين كل دورة قضائية تأتي يتم استبعاد مجموعة من النساء لأن لقناعة في نفس بعض الفئات بأن المرأة لا يمكن أن تتولى المناصب القضائية، وهذا خطأ جزاف في الموضوع، لأن المرأة هو القضاء هو تطبيق للقانون، النص القانوني، المرأة القاضية لا تختلف عن المحامية، ولا تختلف على وكيلة النيابة، ولا تختلف على مديرة النيابة، ولا تختلف على رئيسة المحكمة، وبالتالي المرأة هي القضاء خاصة. نعم. أو لا يمكن أن تجاري فيها العاطفة. القناعة القاضي عندما يمنح القانون للقاضي السلطة التقديرية فهذا يكون على الرجل وتكون على المرأة. المرأة عندما ترى، نحن في بعض، نحكي لك على بعض المواقف اللي تحدث. نعم. في المحاكم المرأة تحول إليها ملفات المتعلقة بالمتشردين، المتعلقة بالعنف الأسري، نظرا لأن المرأة هكذا تكون قناعة بعض الناس. نعم. بأن المرأة تستطيع أن هي نظرا لعاطفتها أن ترمم الشرخ الذي يقع في الأسرة، أو أن هي تستطيع أن تحابي الطفل المتشرد، ولكن حقيقة توجد عدة نساء أثبتت جدواهم أنها لا يمكن أن تخالف نص قانوني نظرا لوجود عاطفة في نعم. نفسها اتجاه هذا الشخص أو كذا. فالقاضية هي ما تقوم بتطبيق القضاء والأوراق الموجودة أمامها. القضاء لا يأخذ بالعواطف وإنما يأخذ بالأوراق، وبالتالي فإن المرأة هي ما تستطيع أن تطبقه من قضاء، من أوراق فقط. نعم. يعني في بعض النداءات وبعض الأشياء اللي يعني بعض النساء اللي تشير بنية من حقوق المرأة ومن واجبات المرأة، ولكن في بعض النقاط الرئيسية اللي نشوفه إن هي مجرد يعني المرأة تحاول إن هي تكون بمثل المرأة الغربية وبعيدة عن الدين، بعيدة عن الأشياء اللي ممكن إحنا ديننا يحتنا عليها، فهذه ممكن نقطة من النقاط اللي تسبب مشكلة. هو في الموضوع هذا بالذات التأثير التطور الذي وقع على المجتمعات هي كانت السبب. أنا صراحة وجهة نظري أن المرأة لا يمكنني أن آخذ فكرة بأن المرأة الأجنبية هي
هي قدوة للمرأة العربية، لأن المرأة المسلمة أو بالأحرى المسلمة بحد ذاتها، لأن الشريعة السماوية هي أنصف ما موجود على وجه الأرض، وبالتالي فإن الإنصاف هذا هو الذي يمنحها الحقوق الخاصة بها. مثال على ذلك للذكر حد الأنثيين، التفهيم الغربي للنساء، وليس المفهوم التفهيم أن المرأة غير منصفة في حقها، ولكن هذا يعتبر أكبر مفهوم خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى عادل قبل أن يكون متساوي. وقع عدله في الآية الكريمة للذكر حد الأنثيين، لأن للذكر يأخذ نصيبين والمرأة تأخذ نصيب واحد، ولكن للذكر له حق الإنفاق على الأب والأم والأخ والأخت والزوجة والأبناء والجدة والخالة والعمة، ولكن المرأة غير ملزمة. فالحق الإضافي الذي يأخذه الرجل على المرأة هو حقه في الإنفاق، وبالتالي تكون المرأة متساوية في التملك مع الرجل في حق الميراث. فهذه عدالة سماوية حقيقة، يعني هناك مساواة حقيقية بأن المرأة غير ملزمة على الإنفاق والرجل هو الملزم على الإنفاق، والحق الإنفاق يكون من النصف الزائد، ويكون الاثنين متساويين في الحقوق. طيب يعني كيف ممكن نقدر نضمن حقوق المرأة ما بين الشريعة الإسلامية وبين الحقوق الموجودة، يعني من جانب قانوني من جانب نص قانوني؟ هو حقيقة بالنسبة لمعظم المجتمعات الإسلامية تأخذ قوانينها من الشريعة الإسلامية، تستمد في قوانينها من الشريعة الإسلامية. بالنسبة لحقوق المرأة في حد ذاتها في الشريعة الإسلامية، إذا طبقت الشريعة الإسلامية بمعمولها الإسلامي وليس بالمفهوم السائد لدى المجتمعات، سيتم تطبيق الشريعة، سيتم المساواة والحقوق، وتصل إلى الحقوق التي هي تطلب أن تصل إليها. إذا كان تم تحقيق المساواة بمفهوم المجتمعات التي ترى بأن الإسلام نظرة أخرى، أو أنها ترى بأن الإسلام هو مبتغى للوصول إلى أشياء معينة، فلا يمكن المرأة أن تأخذ حقوقها، وهذا أنا أقوله بأعلى صوت صراحة. طيب يعني ما نشوفه أنه ممكن في غياب جزئي لمؤسسات حقوق المرأة، ويعني النساء اللي ممكن تتكلم باسم المرأة بشكل عام وتحاول أنها هي تكون في مفاهيم وأساسات صح لحقوق المرأة، فنشوف أنه دورها ممكن يعني مغيب إلى حد ما. بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني تقصدين يعني؟ حقوق المرأة، مؤسسات حقوق المرأة ومؤسسات المجتمع المدني. هو بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني لا أنكر أن فيه مؤسسات المجتمع المدني وتسعى جاهدة أن توصل صوت المرأة، ولكن إيصال صوت المرأة يكون من داخل المرأة في حد ذاتها، عندما المرأة لا تتنازل عن حقوقها، عندما المرأة تتشبث بالشريعة الإسلامية في حقوقها، في حقها في الميراث، لا تتنازل عن حقوقها لأن هي موجودة في مجتمع لا يعطي للمرأة حق الميراث، ولكن تتمسك بهذه الحقوق. عندما تكون المرأة هي المسؤولة مسؤولية كاملة على كافة الحقوق، وتكون وتقف وتطالب بحقوقها بكامل قوتها وشجاعتها، تكون المرأة يصل حقها صوتها أكثر من مؤسسات المجتمع المدني. طيب أستاذ رباب، ممكن نشوفه بعض النساء أن دائما بالأخص النساء المتحدثات عن حقوق المرأة، نشوفه أن هي دائما تخلي في الرجل هو عدو ليها، في ان هي لا دائما تحاول بمساواه الرجل، الا ان يعني في الدين ما فيش حاجه اسمها المراه تساوي الرجل، في بعض الاساسات في بعض النقاط اللي ممكن المراه تحاول توصلها، ولكن كيف نخلوا هالفجوه هذه يعني مش موجوده، قناعه المراه بان هي ما تحاولش تساوي نفسها بالرجل، تحاول توصل بس مش عن طريق ان لا من ضروري ان نكون متساويه بالرجل. هو بالنسبة للمساواة تختلف عن العدل. في منظور المرأة التي تطالب بمساواة بين الرجل والمرأة، هذا لا يمكن، لا يمكن نظرا للطبيعة البشرية أن المرأة لا يمكن أن تتساوى بالرجل. الله كان عادل بين المرأة والرجل، والعدل أسمى من المساواة حقيقة. قد يتساوى طرفان، ولكن قد لا أنا الطرفين المتساويين لا أصل أنا لحقوقي بالمساواة، ولكن بالعدل أصل إلى حقوقي. عندما تمنح مرأة الحق في أن تكون مشاركة، لها حق في المشاركة السياسية، يكون بالعدل وليس بالمساواة. عندما أنا أكون بالمساواة فأنا سأفقد بعض الحقوق، لأن أنا متقوقعة في مجتمع ضيق جدا لا يؤمن بحق بأن المرأة قادرة أن تكون قيادية، ولكن عندما أكون أنا كمرأة أؤمن بالعدل
بين الرجل والمرأة هنا أصل إلى حقوقي، والرجل لا يمكن أن يكون عدو للمرأة، لأن المرأة لا تستطيع أن تعيش بدون رجل ولا الرجل يستطيع أن يعيش بدون المرأة. نعم، طيب ممكن هذه النقطة بعض النساء اللي هي يعني تفقد فهم هذه النقطة، بالأخص أنها تكون لا بشكل عدواني، أن من الضروري أن نكون زي الرجل، أو عملية أن المرأة دائما تتميز، إحنا نقوله بالعاطفة، لا إحنا مش ممكن أن إحنا نتميزوا بالعاطفة في كل الأحيان، إن إحنا نقدروا نكونوا قياديات. الطبيعة الفسيولوجية للمرأة لا يمكنها نهائي أن تنكر أن هي قادرة على أن تتنازل عن حق العاطفة، هذا فسيولوجيا موجود في الطبيعة البشرية، في طبيعة المرأة. المرأة إذا تساوت مع الرجل في هذه الحقوق تكون تختلف بأن تكون قناعتي بأن أكون منافسة للرجل وقناعتي بأن أكون عدوة للرجل. المنافسة أنا أستطيع أن أثبت جدارتي في موضوع معين وأتفوق على الرجل، أن أكون عدوة قد أنا أحارب في كل شيء أحارب الرجل، ولكن لن أستطيع أن أصل إلى حقي. هي الحقوق لا تؤخذ بالقوة ولكن تؤخذ بالجدارة والكفاءة، هذه وجهة نظري. هناك بعض النساء حقيقة ترى أن المرأة عندما تقول أنا أريد العدل بين الرجل والمرأة كأنها هي تتنازل على حقوقها. العدل أسمى، العدل هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. العدل يعطيك الحقوق بدل ما يتم إسقاطها. المرأة الشريعة الإسلامية منحت لها 17 فرض، لم يمنح للرجل 17 فرض في الميراث لم يمنح للرجل، وهذا عدل، لأن المرأة اعتبرتها الشريعة الإسلامية هي امرأة ضعيفة تخضع لمجتمعات متغطرسة في حقوقها وأخذ ما تتمناه من الحياة. نعم أستاذة رباب حلب، شكرا لك على كل المعلومات. شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعد. كاميرا نبأ تواكب سير الامتحانات النهائية لطلبة النقل من إحدى المدارس في العاصمة طرابلس. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والآن ننتقل لأهم أخبار البلديات في فقرة أخبار البلاد، فلنتابع. اختتمت ببلدية حي الأندلس ورشة العمل الخاصة بالقادة الإداريين بالمجالس المحلية. الورشة نظمتها شركة علوم العرب للتدريب والاستشارات والتنمية البشرية، ذلك بالتعاون مع مجلس البلدية. وفي ختام الورشة وزعت شهادات مشاركة على المتدربين بحضور عميد وأعضاء بلدية حي الأندلس. أقامت طالبات ثانوية الحياة بمكتب خدمات تعليم نالوت سوقا خيريا تضمن العديد من السلع والمنتجات المتنوعة من قبل المدرسات والطالبات، على أن تعود عائدات هذا السوق إلى دعم منتزه الأطفال بالمدينة. اختتمت بمعهد فتاة ليبيا بالبيضاء فعاليات دورة رياض الأطفال بعنوان المربية المتألقة. الدورة استهدفت 28 متدربة في مجال الروضة العامة، تركزت جوانبها حول تعليم نظام الأركان والإدارة الصفية في رياض الأطفال، وكذلك طرق التعامل معهم. وبمناسبة اختتام الدورة أقيم معرض للصناعات التقليدية والشعبية، وتم توزيع شهادات المشاركة على المتدربات بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء. عقدت لجنة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية طبرق اجتماعها الأول، وذلك لعرض المقترحات التي تسير عمل اللجنة ومناقشة المشاكل التي تعيق عمل اللجنة، التي تضم مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بطبرق والمهتمين بشأن المرأة والطفل بالبلدية. أقيمت بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة البريغة الجديدة المسابقة الجمالية بين طلبة الفصول الدراسية بالمدرسة. المسابقة التي أشرف عليها مكتب النشاط بالمدرسة شملت جوانب جماليات التنسيق والترتيب بمشاركة طالبات ومعلمات المدرسة.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ هذه الفقرة من أخبار الرياضة والتي سيقدمها لنا الزميل عبد الرؤوف الرياني. صباح الخير. صباح الخير ليك اعتداء مني ومن كل الزملاء في قسم الرياضة بقناة النبع. بداية دائما بالأخبار الرياضية وآخر المستجدات. بالتأكيد، يعني هي جولة سريعة مع أبرز وأهم الأخبار الرياضية. البداية دائما مع الأخبار الرياضية المحلية، حيث أن اتحاد الكرة الليبي حدد موعد مباراة منتخبنا الأول مع منتخب المغرب ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2017 بالجابون. بالتأكيد اعتدال أن منتخبنا يعني في هذه التصفيات أخفق إخفاق كامل، يعني فشل في الثلاث الجولات الماضية. الآن عند مباراة مع المنتخب المغربي، حيث حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم موعدها ومكانها، حيث ستكون في الثالث من الشهر المقبل إن شاء الله بملعب رادس في العاصمة التونسية. كل ما يبحث عنه الآن المنتخب الوطني اعتدال في هذه التصفيات هو أن يحقق نتائج إيجابية من أجل تحسين وضعيته في التصنيف الدولي أو التصنيف العالمي، لكي يخدم هذا الشيء في التصفيات المقبلة المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. إذن موعد منتخبنا أو موعد مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل إلى منافسات نهائيات أمم إفريقيا في الجابون، المنتخب المغربي طبعا، والمنتخب الوطني يأتي في الترتيب الثالث خلف المنتخب المغربي وخلف منتخب الرأس الأخضر. إذن الثالث من الشهر القادم في ملعب رادس بالعاصمة تونس سيكون هو موعد مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب المغربي. نهاية الشهر الجاري سيتجمع إن شاء الله المنتخب الوطني. نبقى في الأخبار الرياضية المحلية اعتدال، حيث أن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم مدد فترة تسجيل وقيد اللاعبين، وذلك يعني تلبية لدعوى الأندية. الأندية طلبت تمديد فترة تسجيل قيد اللاعبين بالدوري الليبي. نعلم جيدا أن الدوري الليبي إن شاء الله على الأبواب الانطلاقة الجديدة لهذا الموسم، رغم أنها جاءت متأخرة، إلا أنها يعني أن تأتي خير من أن لا تأتي مرة، يعني مرة واحدة زي ما نقول. نعم. الأندية يعني الآن أمامها فرصة لتسجيل عدد آخر من اللاعبين إن شاء الله. كل ما نتمنى هو أن يوفق الاتحاد العام الليبي وأن توفق الأندية وأن يوفق كل الرجال في المنظومة الكروية الليبية إن شاء الله. نبقى في الأخبار المحلية، ننتقل من طرابلس إلى القاهرة، حيث اليوم يستكمل الأهلي بطرابلس تحضيراته للقاء فريق مصر المقاصة هنالك في مدينة الفيوم. الأهلي اليوم يعني يكمل معسكرا مغلق الذي بدأ منذ الجمعة الماضي في مدينة 6 أكتوبر بملعب دريملاند. سيتحول اليوم الأهلي بطرابلس إن شاء الله إلى محافظة الفيوم من أجل التحضير للقاء يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. الأهلي يعني حسب ما وردنا أو حسب ما ورد من معلومات من هنالك من القاهرة اعتدال، يعني جمال أبو نوارة سيركز على الشق الهجومي البحت في هذه المباراة، باعتبار أنه هو يعني ما عنده أي شيء يخسر الآن. يعني الآن الأهلي لا بديل عن الفوز له في هذه المباراة. هنالك ممكن عامل سيؤثر على الأهلي وهو عامل ارتفاع درجات الحرارة. درجات الحرارة في هذه الأيام يعني هنالك ارتفاع ملحوظ في القاهرة وفي مصر بشكل عام، حيث أن يوم الأمس يعني مباراة منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عام أمام نظيره المصري، يعني كانت درجة حرارة ارتفعت إلى ما يقارب 43 درجة مئوية، مما أثر حتى على أداء اللاعبين، خاصة اللاعبين المنتخب الوطني الليبي، يعني لاعبين شبان لاعبين صغار لأول مرة يخوضون هذه التجربة. يعني في الشوط الثاني كان هنالك إرهاق واضح وكان هنالك تعب واضح، يعني حتى أن اللاعبين يعني لم يجدوا فرصة لالتقاط أنفاسهم. هذا شيء ربما يؤثر حتى على لاعبي الأهلي. الأهلي أيضا هو يعتمد على جملة من اللاعبين الشبان بالإضافة إلى بعض لاعبي الخبرة. كل ما نتمنى هو أن الأهلي يوفق في مباراة الأربعاء القادمة أمام مصر المقاصة. فريق مصر المقاصة فريق يعني له وزنه الآن في مصر وفي الكونفدرالية الإفريقية بشكل عام. في إنجلترا يعني أبرز ما هو موجود على الساحة من أخبار رياضية. في إنجلترا يوم الأمس شفنا السلطات الأمنية هنالك في بريطانيا تلغي مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث التي كانت مقررة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. السلطات الأمنية ألغت هذه المباراة نظرا للاشتباه في وجود حقيبة ما في بعض في أحد مدرجات ملعب الأولد ترافورد. يعني هذا الاشتباه الأمني
كان هنالك فيه احتراز أمني على مستوى عالي جدا، لكن بعد هذا كله يعني يتفاجأ الجميع بأن هذه الحقيبة يعني هي من مخلفات يبدو أنها شركة أمنية كانت تجري بعض الدورات الأمنية. يعني الموضوع لم يكن فيه أي شيء وبعيد كل البعد عن الاشتباه في أي عملية إرهابية مثلا أو ما شابه ذلك. أخيرا في دورة الماسترز بالعاصمة الإيطالية روما، ميري شفنا يوم الأمس أن أندي ميري اللاعب الإنجليزي يتفوق ويحرز لقب بطولة روما. بالتأكيد هذا شيء مهم جدا لأندي ميري اللي فاز على البطل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أولا عالميا. مباراة كانت دراماتيكية وممتازة جدا للاعب الإنجليزي ميري. المزيد من الأخبار الرياضية بالتأكيد اعتدال سيتابعها المشاهدين الكرام من خلال النشرات الرياضية عبر شاشة النبأ. نعم، شكرا لك زميل عبد الرؤوف، وشكر إلى كل الزملاء داخل غرفة أخبار رياضة. شكرا جزيلا اعتدال. شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعده. مكتب الخدمات والصرف الصحي طرابلس يباشر أعمال الصيانة لطريق الفرناج بسبب انهيارها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تعرضت الطريق العام الواصلة بين مدخل جامعة طرابلس الرئيسية وجزيرة فرناج بالتحديد أمام مستشفى الطبي لهبوطات أرضية كبيرة تسببت في فجوة كبيرة قطعت الطريق على المارة وإقفال الطريق بالكامل. هذا جاري العمل بالمكان لأجل الصيانة بحسب مسؤول بمكتب خدمات شرق طرابلس والصرف الصحي، يشار بأن سبب الهبوطات هو تهالك خط تمامية صرف صحي والذي يقع على عمق 10 أمتار. للوقوف على الصيانة ومتابعتها معنا عبر الهاتف رئيس قسم التخطيط والصيانة بمكتب التشغيل والصيانة المشرف على الموقع المهندس عبد المولى بالحاج. صباح الخير مهندس عبد المولى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد عبد المولى. نعم. صباح الخير، يومك مبارك. نهارك حليب إن شاء الله، بارك الله فيك أخت عتيدة. أولا سيد عبد المولى، شنو هي الأسباب اللي يعني زي ما نقول إحنا اللي خلت يعني الطريق توصل للمرحلة هذه؟ والله هي أهم سبب هو تهالك الشبكة. شبكة نعم. قديمة جدا، حوالي من بداية السبعينات تم إنشاء الشبكة. نعم. بأعماق كبيرة جدا تصل ل 11 متر في بعض المناطق. نعم. بأقطار طبعا مختلفة، زي ما نعرف أن الخط هذا يبدأ من طريق شوك، ما يسمى بطريق الشوك. نعم. طار يجي على جزيرة الفرناج ويمشي لسيدي المصري ومنها إلى البوكس. طبعا نقول إحنا البوكس هو صندوق الصرف الصحي مختلف الأحجام. نعم. يبدأ من خط بلا قطر من 600 لين يوصل للألف. الخط هذا متهالك جدا نظرا نعم. للقدم في البدايه، قدمه هلبة. ثاني حاجه، في بدايه انشاء الخط كانت العمليه عباره عن مجموعه من المنازل زي ما نعرف، يعني ما فيش نظره مستقبليه ان هم نفس الخط وخلاص. وحاليا تشبهوا في الكم الهائل من السكان في طريق الشوك، العدد الزايد من مساكن من غيره من غيره من غيره. هذا كله اسباب يعني متراكمه، يعني اسباب متراكمه تعتبر. طيب يعني متى ستنتهي أعمال الصيانة؟ أنتوا حاليا يعني بادين في أعمال الصيانة، كم الوقت اللي حتستغرق فيه عملية الصيانة؟ بالنسبة احنا تو هذا الثاني موقع نصينه فيه. نعم. خلال العشر أيام هذه. الموقع الأول كان خلف الموقع هذا قدام السجن. نعم. المفتوح، وحاليا احنا قدام مركز الشرطة الفرناج. نعم. في هبوط ثاني في مدخل، حاليا موجود في مدخل. نعم. الجامعة الطبي، مدخل كلية الطب البشري غديكاي، مدخل جامعة. نعم. طرابلس. نعم. فاحنا بالنسبة للي نشتغله فيه حاليا في طور الانتهاء منه، احتمال طيب. اليوم وبكرة ننتهوا منه بالكامل بعون الله. طيب مهندس عبد المولى، متى ستفتح الطريق؟ يعني. نعم، متى سيتم فتح الطريق؟ والله ما المشكلة، احنا بالنسبة لفتح الطريق خلال بكرة حتفتح. نعم. الطريق من أمام مركز شرطة الفرناج، لكن حتكون. نعم. هنا مش بالكامل طبعا، نفس الطريق، وستكون هناك تحويلة أخرى في بجوار مدخل كلية الطب البشري. نعم. أمام جامعة طرابلس، لأن نقول لك يعني الطريق حاليا الخط في حالة يرسى لها يعني من استبدال الخط بالكامل، مع وضع وقت في الاعتبار التطورات العمرانية اللي صايرة.
بالإضافة لأن الشركة مقيدة حاليا في العمل، مقيدة جدا جدا، يعني لا توجد شنو العهدة التسييرية الخاصة بالأعمال الصيانة الطارئة هذه، في أعمال صيانة طارئة تصير. فأنا باش نصين نبي شمنت، نبي شرشور، نبي قضة، نبي طوب، ونبي هذه كلها محتاجة لسيولة مالية، والسيولة الحالية غير متوفرة الصراحة. احنا نشتغلوا حاليا بنطلبوا من الموظفين اللي معانا اللي عنده قريشات يجيبهم، باش هذا كله باش ما نبوش الدنيا. يعني عملية الصيانة نقدر نقوله سيد عبد المولى، عملية الصيانة هي بمجهودات ذاتية من المواطنين، يعني غير موفرة أي ميزانية من الدولة، من موظفي الشركة. احنا عندنا شكات يبقى طرف توليهم ثلاثة شهور مش قادرين نصرفوهم باش نخدموا بهم الأعمال الصيانة الطارئة اللي زي هذه، عرفتي؟ طيب هي عملية صرف يعني هذه الشكات هي بسبب عدم توفر السيولة؟ والله احنا نمشي المصارف، المصارف ما فيش، نقول لك ما عندي السيولة ما نصرفش. نعم. بالإضافة للفترة الأخيرة تم تجميد بعض اللي تخص السيولة هذه والأمور هذه، يعني أمور مالية بصراحة شخص فني ما نعرفهاش، لكن تم تجميد حتى الحسابات نتاعنا الخاصة بالبند الثاني، ما يقال البند الثاني، عرفتي؟ نعم. ولكن مهندس عبد المولى، يعني هل تم التواصل مع اصحاب الاختصاص بالاخص من جانب الميزانيه؟ والله تم التواصل مع اكثر من جهه بدون جدوى. نعم. تم التواصل، مجهود مبذوله من قبل سواء اداره المنطقه او اداره الشركه بخصوص المواضيع هذه، لكن ما فيش تجاوب صراحه، ما نعرفش. نعم. الاسباب. نعم. مهندس عبد المولى بالحاج، شكرا لك على كل المعلومات ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. بالعودة إلى زميل محمد العجمي من داخل ثانوية الرازي. صباح الخير محمد. صباح الخير عليك زميل اعتدال، وصباح الخيرات على كل المشاهدين والمستمعين اللي تابعوا في برنامج يوم جديد. طبعا اليوم حط بينا رحالنا في مدرسة الرازي بالحي الجامعي الكائنة بالقرب من سيدي المصري. هذه الثانوية عامة للبنات فقط. هذه الثانوية اليوم هو ثاني أيامها في الامتحانات لطلبة النقل، سنوات النقل وليس الشهادة الثانوية، كما أشير إلى أن طلبة النقل في المرحلة الإعدادية وكذلك الابتدائية هي الآن جارية لمدة يومين، لها هذا ثاني الأيام بهذه الامتحانات. ستستمر هذه الامتحانات لمدة 10 أيام قادمة. طبعا كما علمنا من أحد الأساتذة بهذه الثانوية أن المدارس لهذا العام لم تتلقى دعم أو ميزانية للامتحانات، بالتالي هذا الأمر ربما انعكس سلبا على الأوراق، على توفر مدى توفر قرطاسية وكذلك أوراق الطباعة وكذلك حبر الطباعة. للمزيد حول هذه التفاصيل وحول سير الامتحانات معي مديرة مدرسة الرازي السيدة مريم عبد الله الهمالي. صباح الخير عليك سيدة مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مديرة مدرسة الرازي التابعة لمكتب تعليم عين زارة. أولا نشكركم على استضافتنا واخترتونا لمدرستنا، وإحنا ممنونين بزيارتكم، تفضلوا اي سؤال احنا مستعدين للاجابه عليه. احكي لنا على سير الامتحانات بالضبط، يعني ومن وين جاكم الدعم فيما يخص الاوراق او بالمجهود الذاتي قمتوا؟ بالنسبه لنا احنا اليوم الامتحان يعتبر ثاني يوم في امتحانات النقل لطلبه سنه اولى ثانوي والطلبه السنه الثانيه. بالنسبه لامتحاناتنا والله كاوراق وكقرطاسيه وكلها الحق، يعني هذا كله مجهودات ذاتيه وبعض الابلات مساعدتهم، يعني يتعاونوا معنا في المدرسه باش ان احنا تصير العمليه التعليميه وما توقفش، يعني كلها مجهودات ذاتيه وكلها بتعاون الابلات وبتعاون بعض الطالبات معنا باش ان احنا ما توقفش امتحاناتنا وتتم على خير ما يرام. علمنا بأن هذه المدرسة ربما تعتبر صعبة بعض الشيء ولا يوجد بها غش أو شيء من هذا، هل هذا الأمر ربما يعني يرسم صورة ذهنية لبعض الطالبات بأن الإدارة صعبة؟ يعني نريد منك معرفة العلاقة ما بين الطالب والمعلم في هذه المدرسة. بالعكس، يعني احنا الحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى مدرسة الرازي تعتبر المدارس على نطاق عين زارة من مدارس المتميزة والنموذجية، لان احنا نتمنى ان بلادنا يكتسب فيها الطالب المعلومة يعني اكثر من هو غير مجرد، يعني حتى الطالب حتى العدد بسيط، يعني عدد الطلبة 173 طالب فقط. علاش؟ لان ولي الامر لما يجي للمدرسة هدايا عندنا لوائح وقوانين وعندنا ضوابط شروط للطالب
الطالب انه هو باش يجي المدرسه، بالعكس لاقين حتى استحسان من بعض الامور لما يلقوا فيه تجديد وفيه يلقوا انه متابعه ونظام وضبط، يفرح ولي الامر ويقول بالعكس نشدوا على ايديكم واحنا معاكم وما عندناش اي مشكله، وبالعكس نرحبوا بكل طالب ملتزم يؤدي في واجبه واحنا قايمين وعندنا ابلات ولله الحمد متواجدات. ما عنديش اشكرك سيده مريم عبد الله الهماري، واعود اليك زميله اعتدالي، معي طالبتين في هذه المدرسه اميره الشقيري وفاطمه الاحمديه، لنسالهم على الامتحانات. نبدا معك اميره الشقيري، اهلا بك. اهلا وسهلا. كيف تجري امور الامتحانات بهذه المدرسه؟ بالنسبه للامتحانات ما شاء الله، قصدي بالنسبه للمراقبه والاسئله كانت يعني كويسه هيك واحد، وما شاء الله الحق ما عندي ما نقول فيها. اذا ننتقل الى فاطمه الاحمديه وهي من السودان الشقيق. فاطمه، ما هو الانطباع الذي اخذته عن المدارس في ليبيا وعن التعليم في ليبيا؟ التعليم ما شاء الله ممتاز في ليبيا، وبالذات نشكر المدير على جهده اللي وقفته معنا وعلى المدرسات، صراحه بذلوا معنا جهد كبير في انهم وقفوا معنا، زي صار معنا سوء تفاهم قبل والمديره وقفت معنا وساهمت معنا جتنا لفصلنا ولين حلينا هذا السوء تفاهم. ما مدى رضاكم انتما الاثنان، يعني ما مدى رضاكم على سير الامتحانات؟ لا سير الامتحانات ممتاز، بس أنا بننتقد حاجات بسيطة في هذه المدرسة، إن زمان هي مش في هذه المدرسة، هي يمكن سببها تأخر في الكتب، لأن إحنا بدينا ما كنا تأخرنا شوية فما لحقناش إننا نقرأ كويس ولكن نستعد جيدا لل. أشكرك فاطمة وكذلك أميرة الشقيري، شكرا لكما. وأعود إليك زميلة اعتدال، كما قالت الطالبة أن تأخر الكتب لهذا العام تسبب في ربكة كبيرة وكبيرة جدا في المدارس الليبية. نعم نعم، شكرا لك الزميل محمد العجمي من داخل ثانوية الرازي، ونتمنى التوفيق لكل الطلبة والطالبات، شكرا لك. أما الآن مشاهدينا نلقي نظرة على أبرز درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. وإلى الرحلات الجوية عبر المطارات الليبية، وبداية مع مطار معتيقة الدولي، حيث ستقلع اليوم من مدارج مطار معتيقة بطرابلس 19 رحلة، منها 9 رحلات محلية،
5 رحلات إلى الأبرق ورحلتين إلى تبرق ورحلتين أيضا إلى تمنهند. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار معتيقة لهذا اليوم 12 رحلات، منها 4 رحلات إلى المونستير ورحلة إلى آكرا ورحلة إلى اسطنبول وإلى مالطا وإلى صفاقس ورحلة إلى نيامي ورحلة إلى جدة، وكذلك رحلة إلى عمان عبر مطار تبرق ورحلة إلى جدة عبر مطار الأبرق ورحلة إلى الإسكندرية عبر مطار تبرق. ومن حركة الطيران إلى أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، فهذه الأسعار تعتمد دائما على معدلات التغير الحية ويتم تحديثها كل يوم عبر يوم جديد. يشهد الدولار الأمريكي في السوق الموازية هذه الأيام تراجعا نسبيا، فقد وصل عند إغلاق مساء أمس الأحد عند 3 دينار و810 درهم، أما اليورو فقد استقر عند 4 دينار و300 درهم، بينما بقية أسعار العملات تظهر أمامكم على الشاشة. وبخصوص المواد الأساسية فسعر البيض 6 دينار وسعة كيلو السكر 2.250 دينار، أما عن زيت الذرة 4 دينار و750 درهم، وزيت الزيتون 8 دينار لللتر. وبالنسبة لأسعار الخضروات، سعر كيلو الطماطم 2.250 دينار، وسعر كيلو الخيار 1.5 دينار، وسعر كيلو البطاطا 1 دينار، وكيلو البصل 1.250 دينار أيضا، وأما عن الليمون 3.5 دينار للكيلو. أما عن اللحوم مشاهدينا كما مبين أمامكم في الشاشة، فسعر كيلو الدجاج 7.5 دينار، واللحم الوطني 20 دينار للكيلو، أما عن الإسباني 16 دينار، ولحم البقر 16 دينار، والإبل 20 دينار للكيلو. يوم جديد انتهى مشاهدينا وتابعنا. حقوق المرأة الليبية بين الشرع والقانون، حلقة اليوم ناقشنا هذا الموضوع مع أحد المحاميات. كاميرا النبأ كانت موجودة مع سير الامتحانات النهائية لطلب النقل من أحد المدارس في العاصمة طرابلس. مكتب الخدمات والصرف الصحي طرابلس يباشر أعمال الصيانة في طريق الفرناج بسبب انهيارها. شكرا لكل من كان في المتابعة والاستماع، نلتقي غدا، إلى اللقاء.